أحسن الله إليكم. عبد العزيز حجي يقول: اقترضت مالا وعند السداد أعطيته المال وزيادة مكافأة له، فهل هذا جائز أم ربا؟ إذا كان هذا بدون شرط، وإنما هو تبرع من المقترض ولم يشترط عليه المقرض، فلا بأس بذلك. هذا من حسن القضاء. كان صلى الله عليه وسلم حسن القضاء، وقال: خيركم أحسنكم قضاء، وكان يزيد في القرض تكرما منه صلى الله عليه وسلم. أما لو شرط المقرض الزيادة هذا ربا صريح ولا يجوز. نعم.